لما يفوق العام كانت هذه الربوع الخضراء تحت الحصار لا تحمل إليها الطرق التي شقت بأيدي أبنائها غير المقاتلين القادمين من بعيد. وكانت قرية الشقب المتوسطة لمديرية الموادم في صبر أكثر هذه التلال معاناة، وتمت عملية محاصرتها بشكل متقن بحيث منع الدخول والخروج منها لفترات متباعدة. واتخذت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح المواقع المطلة على القرية لتنفيذ عملية الحصار، وما أن فتحت الجبهة الغربية في مدينة تعز حتى انطلق اسم الشقب إلى صدارة اهتمامات المعنيين بالإنقاذ فذهبت الإغاثة إليها. ائتلاف الإغاثة الإنسانية يسير أول قافلة إغاثية وطبية غذائية وطبية لمنطقة الشقب في مديرية الموادم تلبية للنداء الواجب. وما أن تأكد الأهالي من إمكانية الخروج بأمان حتى أخذوا يجمعون ما أطلق إلى قريتهم الصغيرة من سلاح كبير، ثم أخذتهم المأساة لمحاولة تذكر العدد الكلي لمن لم يعودوا بينهم ومن ماتوا بفعل الرصاص والقذائف ومن لم يشهدوا على لحظات البهجة بفك الحصار عن القرية وعن جزء من مدينة تعز. ورغم عودة السلام جزئيا إلى هذه الربع إلا أنها ما تزال تعيش هاجس عودة الموت الذي حام حولها طيلة الفترة الماضية.